مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج آخر ساعة هنسلط فيها الضوء على عدد من الأمور. هنتكلم عن الاستقرار اللي بتشهده مصر، وبالتأكيد من وقت لآخر مصر دايماً بتقول رسالة لكل العالم إن هي باحت الأمن والأمان ليس فقط في المنطقة ولكن في العالم أجمع، وده ظهر جلياً من خلال طبعاً عدد من المؤتمرات وعدد من الأحداث اللي شرفتنا، والحمد لله ظهرت مصر فيها بأبهى صورها. لو جينا اتكلمنا عن افتتاح طريق الكباش اللي نال إشادات العالم كله وظهرت فيها الأقصر بأبهى صورها، وكان تسويق جيد جدا للسياحة الثقافية اللي فعلا مصر تستحق انه يتم إلقاء الضوء على السياحة الثقافية في كل مكان ومنها طبعا أقصر الجميلة. بخلاف استضافة المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية أدكس 2021، خلاص بنتكلم على انه هيكون بعد بكرة بإذن الله، وده حدث مهم جدا 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 ليس فقط على المستوى العربي فقط ولكن على المستوى العالمي، ومصر طبعا هتستفيد من إقامة هذا الحدث بشكل كبير جدا. بالإضافة كمان أنه يمكن بعد على طول طريق الكباش وهذه الاحتفالية العظيمة اللي العالم كله اتفرج عليها واستمتع بالعرض الهائل والجميل جدا، تاني يوم كان هناك إقامة لفعاليات الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واللي بيأتي بمشاركة 98 فيلم من 63 دولة. طبعاً دي كلها رسائل مهمة جداً بنطلقها للعالم كله، وعندنا كمان في شهر واحد منتدى الشباب العالمي، شباب من مختلف دول العالم هيكونوا موجودين في أرض السلام شرم الشيخ علشان يكون في حوار وفي نقل ثقافات وفي تبادل للمعارف. دي رسائل مهمة جداً لازم دايماً إن احنا نتشرف بيها ونتكلم دايماً عنها، ويعني بنستفيد من كل جوانبها. النهاردة كمان هيكون معنا برنامج مهم جدا اسمه برنامج تكافؤ الفرص التعليمية اللي أطلقته الدولة بهدف توفير منح دراسية وبحثية للطلاب والاستثمار طاقاتهم في المبادرات التنموية. هذا البرنامج بيركز على ذوي الهمم وكمان بيركز على غير القادرين، ده من منطلق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص اللي الدولة المصرية بتحاول إن هي تذلل الكثير من العقبات علشان كل الناس يكون لديها الحق في التعليم. هنتكلم عنه، هيكون معنا نموذج استفاد من هذا البرنامج وهذه المبادرة تكافؤ الفرص التعليمية. مسك الختام كالعادة دايما كده بنسلط الضوء على النماذج الجميلة، النماذج المضيئة اللي لازم الإعلام كله يهتم بيها. مهندسة مصرية استطاعت ان هي تتربع على عرش متسابقي صناع السيارات، واستطاعت ان هي كمان تكون اول واصغر مهندسة ميكانيكية مصرية وإفريقية وعربية تفوز بجائزة ستيفي للسيدات في مجال الأعمال لفئة صناعة السيارات. حضراتكم متخيلين؟ متفوقة على 1500 مهندسة من 33 دولة في العالم. عندنا نماذج مصرية مشرفة دائما ما بنحتذي بيها، ولازم دائما ناخدها قدوة لينا في كل زمان وفي كل مكان. بتتواصل فعاليات الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمشاركة 98 فيلم من 63 دولة. بيشهد المهرجان العديد من الفعاليات اللي بتتنوع ما بين عروض الأفلام والتكريمات والندوات والأنشطة الفنية المتنوعة، واختارت إدارة المهرجان الفيلم Official Competition الإسباني في المسابقة الرسمية علشان يكون في عرض الافتتاح في أولى عروض العالمية، وهو العرض الأول للفيلم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
هنتابع مع حضراتكم والمزيد عن المهرجان السينمائي الأقدم في المنطقة العربية في هذا العرض. وعن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 معنا الأستاذ خالد محمود الناقد الفني. برحب بك يا أستاذ خالد، وأولا عايزة تعليق حضرتك عن إقامة أو الحرص على أنه يكون هناك إقامة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في ظل أنه في بعض الأحيان وفي بعض الدول كانت المهرجانات بتتلغي نظرا طبعا للظروف الاقتصادية والظروف الصحية. الحرص على إقامة المهرجان في هذا التوقيت والأفلام كمان المشاركة فيه. أهلا بك جدا، وكلنا سعداء إقامة القاهرة السينمائي في هذه الأجواء وفي مواجهة تحديات كبيرة، مش بس الظروف اللي موجودة والأجواء العالمية وتبعات كورونا وكده، لكن لتحديات إقامة مهرجانات منافسة في أوقات متقاربة. يعني احنا لسه خارجين من قرطاج وجايلنا البحر الأحمر في نهاية القاهرة السينمائي، وبالتالي كانت هناك منافسة على الأفلام الجيدة. إدارة مهرجان القاهرة في الحقيقة استطاعت إنها تعمل قائمة من الأفلام الكبيرة سواء في المسابقة الرئيسية أو خارج المسابقة والأقسام البانوراما وإلى آخره. في الحقيقة دعم المعنوي من الدولة للمهرجان ساهم بشكل كبير في منح إدارته الثقة في إنها تتعامل بحرية، وبالتالي محمد حفظي رئيس المهرجان وفريقه قدروا يجيبوا لنا مجموعه من الافلام المهمه والكبيره. طبعا انا كنت سعيد جدا بانه فيلم الافتتاح اللي عرض اليوم الساعه 12:30 المصاحبه الرسميه حظي باقبال كبير واعجاب ايضا شديد من قبل اوفيشال كومبيتيشن الفيلم الاسباني. تمام. طبعا ليه فكرته الملهمه والمهمه بيناقش عالم السينما. أنا طبعا يعني أستاذ محمود أنا بعتذر عن رداءة الصوت، ولكن على ما يبدو أنه من المصدر، ولكن وصلت فكرة حضرتك. طبعا إقامة المهرجان في هذا التوقيت هي يعني رسالة برضو مهمة جدا أن مصر قادرة على إقامة فعاليات وإقامة مؤتمرات رغم يعني الظروف اللي بيمر بيها العالم ورغم كل التحديات، ولكن مصر قادرة على تنظيم مثل هذه المهرجانات والحرص أن هي تكون مستمرة وتدعم كمان الفن والقوى الناعمة. الأستاذ خالد محمود الناقد الفني شكرا لحضرتك. بعد الفاصل، الدولة بتحاول أن هي تقضي على كل أشكال التمييز وتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في كل المجالات وأولهم التعليم. إزاي ده بيتم؟ بعد الفاصل. الحقيقة الفترة الأخيرة الدولة بتحاول بكل الطرق وصول الدعم لمستحقيه في كافة نواحي الحياة، سواء من خلال التعليم أو الصحة أو فرص عمل وحاجات كتيرة جدا، وبتعمل ده بصراحة من خلال مؤسسات الدولة المختلفة. وزارة التضامن تبنت مبادئ العدالة الاجتماعية وبتبذل قصارى جهدها للمساهمة في الاستثمار في البشر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية اللي دائما ما بيؤكد مرارا وتكرارا على أهمية بناء الإنسان المصري. وأوجدت الوزارة قناة اتصال دائمة داخل الجامعات المصرية من خلال وحدات التضامن الاجتماعي، واستحدثت الوزارة مبادرة اسمها حاضنات
الفائقين لإيمانها بالتنمية من خلال العلم والثقافة والبحوث، لتوفير بقى منح دراسية وبحثية للطلاب الفائقين للتعلم والاستثمار كمان طاقتهم في المبادرات التنموية. وأوضحت دكتورة نيفين القباش وزيرة التضامن أن الوزارة بتعمل على التوسع في تكافؤ الفرص التعليمية، بتبحث عن المستحقين لهذه المنح الراغبين في الاستفادة منها. طيب احنا هنعرف المزيد من التفاصيل عن هذه المبادرة تكافؤ الفرص التعليمية من خلال التقرير اللي جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. فقدانه للبصر لم يطفئ شغفه في حفظ القرآن وإتقان أحكام تلاوته. أحمد محروس الطالب بالفرقة الثالثة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر لم يتخلف يوما عن طلب العلم أملا في تحقيق حلمه منذ الصغر. أنا ولدت الحمد لله بكحف البصر، واكتشفت الأسرة بعد 40 يوم، وبدأ الفحوصات الطبية أثبتت أن ما فيش عمليات داخل مصر أو خارجها بعد 6 سنين من الفحوصات. ليست هذه الإشكالية الوحيدة، فلم يستطع أحمد السير على قدميه إذ أصيب بمرض نادر شخصه الأطباء بالعظم الزجاجي. منذ ذلك الحين بات هذا المشهد جزءا أساسيا لرحلة أحمد الشاقة ذهابا وإيابا إلى الجامعة. وانا عندي 8 سنين بدأ بقى يظهر كتقوس في الساقين. بدأنا الاتجاه لبعض المستشفيات، شخصوا الحالة بأنها تقوس في الساقين، وبالفعل قالوا ان لابد من إجراء عملية في الوقت ده، وفعلا دخلت غرفة العمليات وخرجت منها تاني بأمر من الاستشاري ان ما كانش ينفع في الوقت ده إجراء عملية بسبب نقص في الفسفور والكالسيوم. اتجهت طبعا للمستشفى التابع للأزهر، مستشفى القصيم الجامعي، وتحولت على رئيس قسم العظام هناك، وهو شخص الحالة بأنها عظم زجاجي. لا مجال إذن سوى تسخير كل الطاقات والإمكانات رغم محدوديتها لتمهيد الطريق أمام الشاب الطموح من أجل بلوغ هدفه. الشيخ أحمد طبعا بتحرك تحريك بسيطة لأنه عنده طبعا حضرتك عظم زجاجي، والدكتور رئيس قسم العظام أثبت أنه أحمد طبعا رجله تتكسر بدون ما يصطدم بأي حاجة ولا يقع في الأرض ولا كده. فطبعا إحنا حفاظا عليه وخوفا عليه بنشيله وما خليش يمشي مسافات طويله، ممكن 5-6 متر، ولازم يكون حد سنده. طبعا اخوه معاه، انا معاه برضه، فما بنسيبوش يمشي في اي مكان لوحده. احمد محتاج يعمل عمليته على اعلى مستوى، مستشفى حلوه حد يهتم بيه بعمليته، لان هو مش حمل قصور كتيره، ومش حمل ان هو يتبهدل ويخش وتطلع عمليته غلط. احمد محتاج شقه جنب الجامعه. منذ أن تلمس أحمد طريقه التعليمي كان التفوق حليفه، حيث حصد المراكز الأولى في كافة المسابقات العلمية وحفظ القرآن الكريم ليكون نموذجا فريدا في قهر الإعاقة وإثبات الذات. أرحب بضيوفي معايا ومنورانا دكتورة إيمان حلمي معاون وزيرة التضامن للشؤون الاقتصادية والشمول المالي. برحب بحضرتك يا فندم. معايا بقى كمان ضيفي الكريم أحمد محروس عبد الغفار الطالب بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، وهو كمان أحد المستفيدين من منحة الطلاب في إطار برنامج تكافؤ الفرص التعليميه. برحب بك يا احمد. اهلا ومرحبا بحضرتك وبالساده المشاهدين يا فندم. اهلا بك دكتوره ايمان. هبدا مع حضرتك. اولا عايزين نعرف المشاهدين برنامج تكافؤ الفرص التعليميه، البرنامج ده بنستهدف مين من خلاله؟ هي وزاره التضامن الاجتماعي بشكل عام بتدعم بعض التدخلات الاقتصاديه والاجتماعيه علشان يتم تعزيز العداله الاجتماعيه، وهدفنا العام من المبادرة دي هو أنه إحنا التعليم حق الجميع، ومؤمنين أنه الحد من الفقر مش بس الفقر المادي، بس هو كمان الفقر متعدد الأبعاد. بنحاول إحنا نعزز من تكافؤ الفرص التعليمية علشان خاطر نقدر نكسر كل الحواجز الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والنوعية.
ففي فئات مستهدفة كثيرة جدا من تكافؤ الفرص التعليمية، وهتكلم يمكن بعد كده أكتر عن الخدمات اللي بنقدر نقدمها، ولكن أنا بتكلم عن الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة اللي من سن 0 لـ4 سنوات، بتكلم عن الطلاب ذوي الهمم، بتكلم عن الطلاب اللي حاصلين على الدعم النقدي تكافل وكرامة، أو ممكن يكونوا غير مستفيدين من برامج الدعم النقدي ولكنهم غير قادرين، بنتكلم عن المتسربين من التعليم اللي بيلتحقوا بمدارس مجتمعية. فالحقيقة الفئات المستهدفة متعددة، وبنتكلم على طلبة الجامعات اللي بيلتحقوا ببعض الجامعات أو المعاهد سواء حكومية أو خاصة، وبنقدر نحن نوفر لهم منح دراسية. ولكن الإطار العام للمبادرة أو الخدمات المختلفة بنقدمها لتكافؤ الفرص هو تعزيز العدالة الاجتماعية والحد من الفقر متعدد الأبعاد. تمام، يعني إحنا من خلال هذه المبادرة بنستهدف ذوي الهمم والأولى بالرعاية، غير القادرين، وكمان المتسربين من التعليم. ودول بنوصل لهم إزاي؟ دول عن طريق المدارس المجتمعية. يعني إحنا متسربين من التعليم بيكون عندنا بعضهم بنقدر يلتحقوا بمدارس مجتمعية، دي بتتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومع مؤسسات العمل الأهلي، بنقدر إن إحنا نعمل مدارس مجتمعية ليهم. وبالفعل إحنا بندعم حوالي 34,000 طالب، وبنتوسع كمان في إطار مبادرة حياة كريمة إن إحنا نضيف كمان 500 مدرسة مجتمع إضافية في الأماكن اللي بيكون فيها نسبة عالية من التسرب من التعليم، بيقدروا إن هم يلتحقوا بالمدارس دي علشان يقدروا يستكملوا تعليمهم. طيب إحنا برضو معنا في الاستوديو أحمد، أحد المستفيدين من هذه المبادرة تكافؤ الفرص التعليمية، هو يكلمنا أكتر عن نفسه وهيعرفنا كمان عن نفسه أكتر واستفاد من المبادرة إزاي. أحمد إزيك؟ الله يكرم حضرتك، الحمد لله بخير. احكي لي كده يعني عن نفسك أكتر، ومين أحمد وإزاي استفاد من المبادرة دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين، وبشكر حضرتك جدا على الاستضافة الكريمة. والله أنا أحمد محروس عبد الغفار، مقيم في مركز أطفيح، والحمد لله ولدت كفيف. نشأت بعد كده في أسرة متوسطة، يعني بدأت اللي هو اكتشفت الأسرة بقى بعد فترة إن ده كف البصر، ما فيش علاج لداخل مصر ولا خارج مصر، لأن ده ضمور في الشبكية. بعد كده يعني عام 2008 اكتشفت الأسرة برضو إن أنا بعاني من حاجة اسمها تقوس في الساقين، كانت شخص بالمرض ده في الوقت ده. طبعا دخلت العمليات مرتين لان الاطباء قالوا انه لابد من اجراء عمليه. دخلت العمليات، طبعا ما كانش في الفرصه ان انا اعمل عمليه بسبب عدم يعني الكالسيوم والفوسفور ما كانش متظبط في الوقت ده. بدات يعني اجري بقى في الفحوصات الطبيه والتحاليل والاشعاعات لحد يعني سنه 2019 او 2018، وبعد كده يعني شعرت بشويه الم، فكنت عند احد اساتذه العظام بجامعه الازهر وقال ان ده مرض اسمه العظم الزجاجي، وده معرض للتهشم او الكسر في اي وقت دون الاصطدام باي شيء. طبعا كان بقى في الوقت ده كان لابد عليا ان انا او كان لابد على الاسره عموما انها يعني ترضى بالقضاء والقدر وانها تستسلم للامر الواقع. وطبعا بعد استشارة الأسرة لكثير من المثقفين والمجتمع والمتعلمين بالمجتمع، اكتشفوا ان الأزهر افضل شيء يعني ليا في الوقت ده. طبعا دخلت المعهد الأزهري، بدأت بقى يكون في اندماج في العملية التعليمية مع الطلاب، بدأت بقى يعني الحمد لله في حفظ القرآن الكريم. انت حافظ القرآن كله؟ قالوا لي ان انت حافظ. الحمد لله خاتم القرآن الكريم ما شاء الله، وحصلت على إجازة حفص عن عاصم في إقراء القرآن الكريم وترتيله، ويعني حفظت القرآن في سن سنة في حوالي سنة ونص، ويعني تحققت بقى الحمد لله بمسابقات عديدة وحصلت فيها كلها على المركز الأول لله الحمد. أنت عندك كم سنة؟ 20 سنة. 20 سنة. في التقرير اللي احنا شفناه مع حضراتكم، والدك قعد 18 سنة يطوف بيك في كل أنحاء الجمهورية علشان يحقق حلمك. طبعا حلمك كان ايه؟ والله حلمي كان ان انا اكمل تعليم، وحلمي ان انا يعني كان والدك في التقرير شايلك كده على كتفه طوال ال 18 سنة اللي فاتوا علشان خاطر ان انت تعمل اللي انت حابه واللي انت عايزه. ف قول لي بقى انت نفسك في ايه، حلمك في ايه، حلمك ايه؟ والله حلمي الاساسي ان انا كنت ابدا يعني ما بدات في التعليم كان ليا احلام ان انا اكمل تعليم، بس مش بس اكمل تعليم واخد شهاده، لا انا ليا حلم ان انا اكمل تعليم واحصل على يعني ماجستير ودكتوراه واصل الى اعلى المراتب العلميه.
طبعا الاسره كانت يعني داعمه ليا في ده وكانت مساعده منذ البدايه ومنذ النشأة. الاسره ما ترددتش ما تاخرتش لحظه واحده. الاسره كانت يعني بتوجه يعني او بتقدم ليا كل الدعم منذ الولاده. كان نفسك تكمل تعليمك وكان نفسك ان انت نفسك ان انت كمان تعمل ماجستير والدكتوراه صح كده؟ طبعا نفسي اكمل تعليم يعني اصل الى اعلى المراتب العلميه لانه طبعا الانسان بلا علم يعني لا يساوي شيء. يعني هو العلم هو اللي بيجعل للانسان او للانسان عموما مجال في المجتمع او بيجعل الانسان مكانه وبيجعل الانسان قيمه وقامه في المجتمع. برافو عليك. دكتور إيمان أحمد أحد النماذج اللي هي استفادت من مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية رغم كل التحديات ورغم الظروف الصحية ولكن كان عنده إصرار هو وأهله إن هو يكمل تعليمه ودلوقتي حابب إن هو يعمل ماجستير ودكتوراه. إحنا هنا زي ما كنا بنقول تكافؤ الفرص التعليمية بنركز على ذوي الهمم وغير القادرين ولكن هل في شروط معينة للانضمام للمبادرة دي ولا إحنا بنشمل كل الناس دون عدد محدد أو مستهدف؟ هو بالنسبة للخدمات طبعا زي ما ذكرت حكي الخدمات مختلفة. بالنسبة للطلاب ذوي الهمم احنا فعلا بندعم الطلاب ذوي الهمم غير القادرين عن طريق ادوات مساعدة عن طريق ان احنا بنقدر نوفر لهم اجهزة تعويضية لو في احتياج او اطراف صناعية. بعض المبادرات الاخرى بتكون مثلا للطلاب هنا بيكون الشروط بتاعتها ان هي مثلا يكونوا الطلاب المستفيدين من تكافل وكرامة الدعم النقدي تكافل وكرامة. جميع الطلاب الملتحقين او المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة بيتم دفع المصروفات الدراسية عنهم هم حوالي 4.5 مليون أو بيقتربوا من 5 مليون طالب وطالبة. ده بيكون طبعا جزء من مشروطية التعليم كمان للحصول على الدعم النقدي إن هم يتسجلوا في المدرسة يكونوا ملتحقين تكون نسبة الحضور بتاعتهم 80% تقريبا. فكل ده طبعا بندعم به الطلاب من تكافل وكرامة. الحقيقة كمان إنه بتوجيهات من السيد الرئيس المعالي الوزيرة وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين القباج قدرنا إن احنا كمان نستكمل المشوار معاهم حتى في الجامعات. بالنسبة للطلبة المستفيدين من تكافل وكرامة بنقدر إن احنا حاليا نوفر ليهم منح في جامعات خاصة وجامعات حكومية عن طريق برضو طبعا مساهمة من بعض المنظمات الدولية أو مؤسسات العمل الأهلي. وبالفعل عندنا نماذج من طلاب تكافل وكرامة العام الماضي التحقوا سواء هم من طلاب ذوي الهمم أو مستفيدين من تكافل قدروا يلتحقوا في الجامعات المختلفة. في زي ما ذكرت برضو بالنسبة للمتسربين من التعليم احنا هنا بتكون الشرط ان هو فئة عمرية متسربة من التعليم بنقدر ان احنا نلتحقوا بالمدارس المجتمعية علشان يقدر بعد كده ان هو يكمل تعليمه. بعض الأطفال ممكن يكونوا متسربين من التعليم بس مش هيقدروا يلتحقوا بمدارس مجتمع بيلتحقوا بمراكز التكوين المهني ودي تابعة للوزارة في حوالي 71 مركز بيقدروا ان هم يلتحقوا بيه بيتعلموا حرف سواء حدادة او نجارة او بعض الحرف يعني كمان بجانب الدراسة انتوا عندكم كمان تدريب مهني وتدريب حرفي تدريب لانه يعني الحقيقة تكافؤ الفرص التعليمية مرتبط بعد كده بتكافؤ كمان الفرص في التشغيل والتوظيف صحيح. يعني ان احنا نقدر نستكمل الحلقة وان احنا نقدر ان احنا نوفر برضو اعداد ليهم مهني وتكوين مهني ليهم دي حاجة من الحاجات اللي الوزارة برضو بتدعمها في جميع الفترات. طب أحمد أنت عرفت المبادرة دي إزاي؟ يعني مين قال لك عليها؟ سمعتها فين؟ والله المبادرة جت يعني عن طريق يعني خدمة البيئة أو لجنة البيئة أو خدمة المجتمع بجامعة الأزهر. كانوا بعتوا لي قالوا إن في مبادرة بتقيمها وزارة التضامن الاجتماعي بإشراف الدكتورة نيفين القباج. كانت احتفالية فكنت أحد المدعوين في هذه الاحتفالية وكنت أحد المستفيدين من هذا البرنامج برنامج تكافؤ الفرص التعليمية. وكنت طبعا يعني الحمد لله كنت أخذت الأول مكفوفين على كلية أصول الدين وكنت من العشر الأوائل. فيعني أحمد من المتفوقين ما شاء الله عليك. فكنت طبعا من المدعوين خلال هذا المؤتمر وشرفت بمقابلة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. حقيقة يعني هي وزيرة يعني التواضع والإنسانية وكل شيء يعني وبنعتبرها يعني أم لينا قبل ما تكون وزيرة لأنها طبعا بتتبنى يعني أبنائها من الشعب المصري عموما وخاصة أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة. تقديم كل الدعم من الوزارة ومن الدولة عموما يعني من الدولة عموما في الفترة الأخيرة منذ إصدار قانون رقم 10 لعام 2018 اللي أتاح لذوي الاحتياجات الخاصة مميزات ووسمات لم تكن موجودة من قبل. فأصبح للشخص ذوي الاحتياجات الخاصة أو الشخص ذوي الإعاقة عموما أصبح لي مكان في المجتمع وأصبح يعني صاحب
مقام في المجتمع. قبل كده كان في تهميش ليهم يعني، لكن منذ اصدار القانون لا. الحمد لله. قولي بقى لما اختاروك علشان تكمل او تكون موجود ضمن المنحه الدراسيه في برنامج تكافؤ الفرص التعليميه، كان ايه شعورك ساعتها؟ وهل كنت متوقع انه يتم اختيارك رغم التحديات اللي انت كنت بتحكيها لي في الاول؟ في الحقيقه يعني انا ما كانش في يعني ما كنتش متوقع انه ممكن مؤتمر يجي لي. هو المؤتمر جالي على سبيل الصدفه، او يعني ما كنتش متوقع حتى ان الوزيره هتكون موجوده. لكن شعرت في الوقت ده بالاهتمام، شعرت في الوقت ده بالرعاية، بأن في حد فعلا بيرعى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عموما. في حد لسه بيسأل، وفي حد لسه بيدور علينا. شعرت بالاهتمام، وإن الإنسان يعني المؤتمر ده اداني دافع أن أنا أكمل في التعليم، دافع أن أنا أكمل في النجاحات. يعني اهتمام الدولة بيدي للطالب الدافع ان هو يكمل، ويكون في دوافع يعني معنويه كتير يعني. صحيح. طب الدراسه بتكون يعني بتذاكر ازاي؟ اشرح لي كده، مين بيكون معاك، او يعني مين هيدرس لك ومين بيذاكر لك؟ التسهيلات كمان المقدمه من المبادره ليك، احكي لي كده. والله هي الدراسة عموما يعني أنا طبعا معي أخويا طارق في الدراسة. بروح للجامعة، بنحضر محاضراتنا بشكل عادي جدا زي أي طالب عادي جدا. بالنسبة بقى لكيفية المذاكرة، إحنا بناخد الكتب على طريقة وورد أو طريقة بي دي إف. طبعا قبل المبادرة كنا بناخد الكتب بنبعتها لبعض الأشخاص المتطوعين، بيسجلوها بأصواتهم كمحتوى مسموع. بعد كده بنبدا نسجل صوتي. يعني المحاضرات بتسجل صوتي بالظبط. بعد كده بنبدا نذاكر المحاضرات دي. طبعا وزاره التضامن الاجتماعي اتاحت لمكفوفين كتير، ولسه المبادره يعني شغاله، اجهزه حاسب الي. طبعا من خلال الجهاز الكفيف يقدر ياخد الجهاز، يقدر يكتب عليه المحاضرات ورا الدكتور مباشره. من خلال الجهاز الكفيف يقدر يدخل الامتحان ويكتب لنفسه دون الاحتياج الى مرافق، لأن المرافق أحياناً ممكن يكون يعني غير مجيد للغة العربية، فبالتالي ممكن يحصل أو عدم الكتابة بشكل جيد. تمام. فالحاسب الجهاز الحاسب الآلي يسر وسهل كل ده على الطالب الكفيف. يسر كمان على الطالب الكفيف أنه ممكن ياخد الكتب بصيغة الوورد مثلاً، ومن خلال قارئ الشاشة أو الناطق. الأجهزة جاية مجهزة بناطق يعني بيقرأ كل شيء للمكفوفين، بيكون ظاهر على الشاشة. فده بيساعد الطالب الكفيف عموما في العملية التعليمية، وبيخلق له فرصة وبيئة ملائمة يعني. بتسهلها لكم. شروط التقديم، الناس اللي بتتابعنا دلوقتي بتتفرج علينا لو حابة ان هي تقدم في مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية، تقدم ازاي؟ ايه شروط التقديم؟ هل عندكم ويب سايت؟ هل في تليفون معين؟ وبتكلم بقى تحديدا عن المحافظات البعيدة عننا شوية. طيب، الحقيقه ان احنا بنحاول طبعا احنا نوصل بكذا طريقه لكل الطلاب اللي ممكن يكونوا من الفئات المستهدفه. بنعلن بالفعل عن اي منح دراسيه بيتم توفيرها، ويمكن الفتره اللي فاتت اعلنا من خلال موقع التواصل الاجتماعي او الويب سايت بتاع وزاره التضامن الاجتماعي. كمان الرائدات المجتمعيات بيقدروا ان هم يوعوا الاهالي في المحافظات كمان يعني النائيه او الحدوديه، بنستخدم الرائدات المجتمعيات ان هم يوعوا الاسر اللي ممكن يكون الشروط بتاعه المبادره، سواء هم مستفيدين من تكافل وكرامة أو غير المستفيدين، أو من الطلاب ذوي الهمم إن هم يلتحقوا بالمبادرة. بنقدر إن احنا الحقيقة كمان نوصل لأكتر من طالب وأكتر من أسرة عن طريق قاعدة البيانات اللي موجودة في وزارة التضامن، المسجل عليها الأطفال أو الطلاب اللي ممكن يكونوا ملتحقين أو المتسربين من التعليم. بنعمل برضو تواصل معهم علشان يقدروا إن هم يلتحقوا بالمدارس. فالحقيقة إنه احنا بنستخدم أكثر من وسيلة عشان نقدر إن احنا كمان يعني يمكن السنة اللي فاتت احنا بالاضافه للخمسة مليون طالب المستفيدين من تكافل وكرامه والمليون طالب اللي هم غير مستفيدين اللي دعمناهم، قدرنا كمان ندعم 565 الف طالب بنصف مليار. نستهدف السنه دي ان احنا نوصل لمليار عن طريق ان احنا نكبر من الشراكات مع القطاع الخاص، مع البنوك، مع المجتمع المدني او الاهلي، ونقدر ان احنا يعني ما نكونش في طفل فعلا اقل من 18 سنه غير لو ملتحق في حضانه او في مدرسه مجتمع او في مدرسه، او حتى نقدر بعد كده ان احنا نكمل معاه مشوار ان شاء الله اثناء الجامعه. احمد، انت نموذج للاصرار والتحدي والصمود، وعايزه نعرف الناس تعرف اكتر عن احمد، عن التحديات اللي واجهتك
وازاي قدرت ان انت تتخطى هذه التحديات، وازاي قدرت ان انت تتخطى الظروف الصعبه، وقدرت ان انت تتفوق على نفسك كمان ازاي؟ طبعا يعني ما فيش يعني شخص كفيف او شخص من ذويته الخاصه يقدر يعدي المرحله دي بسهوله. طبعا انا كنت بواجه يعني اكتر من شيء في نفس الوقت، سواء اعاقه حركيه او اعاقه بصريه. طبعا لا شك ان كان في تنمر من بعض الاطفال الغير مدركين لشيء في المرحله الابتدائيه. طبعا كان ده بيديني طبعا طاقه سلبيه شويه، لكن كان لابد عليا ان انا اكمل، لابد من التحدي. كنت دايما حاطط هدف ان انا لابد ان انا يعني اثبت لهم شيء غير اللي هم بيتكلموا عنه. يعني اذا كانوا بيقولوا الشخص الكذا، لا لابد ان اخليهم يتكلموا عن النجاح ويتكلموا عن الايجابيات وما يتكلموش عن السلبيات. فالحمد لله بدات بالعمل على ده، واخذت العقبات كسلم او للصعود يعني، ان انا اصعد للاعلى وللنجاحات. والحمد لله اكتست بقى المرحله الاعداديه والثانويه. طبعا الحمد لله برضو لسه يعني المجتمع يعني محتاج برضو بعض التوعيه شويه بالنسبه لقضيه التنمر. والله كلنا يعني بنتعرض للتنمر، لكن مش كلنا بنقدر ان احنا نحول الطاقه السلبيه دي الى طاقه ايجابيه زي ما انت عملت. ورغم ان انت عندك 20 سنه بس ما شاء الله انت سبق سنك بكتير جدا. الله يكرمك. بتفكيرك وبشخصيتك وبالكلام اللي انت بتقوله لي دلوقتي مش اي حد في سنك عنده الوعي ده. وعايز اقول لحضرتك برضو كمان، لابد انه الشخص ذوي الاحتياجات الخاصه او الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه عدم الالتفات للكلام السلبي، وانه يتعلم فن التجاهل للكلام السلبي عموما، ويعني ياخد الكلام الايجابي يكون هو ده اهم شيء. لان فعلا احنا من خلال مبادره تكافؤ الفرص التعليميه ومن خلال اهتمام الدوله اصبح يعني ده كله بيدينا ايجابيات ودافع ان احنا نكمل، ان احنا نستمر. الدوله مش متاخره في حاجه يعني. انا عايزاك بقى في اخر كلمه ليك، والدك اللي قعد 20 سنه زي ما كنا بنقول شايلك كده على كتفه وبيلف بيك في المحافظات كلها علشان تقدر ان انت تكمل تعليمك وتحقق حلمك، وان شاء الله نشوفك واخد الماجستير والدكتوراه، عايز تقول له ايه؟ والدي طبعا حابب اشكره جدا واتقدم ليه بخلص الشكر والتقدير، لكن فعلا مهما يعني شكرته يعني لن اوفيه حقه او مثقال ذره من حقه. طبعا يعني تعب معايا كتير جدا زي ما حضرتك قلتي، بيلف معايا مصر كلها منذ الولادة. يعني ما كانش فيه كلل ولا ملل، لا كان دايما معايا في يعني منذ البدايات، وكان دايما معايا في كل التحديات، سواء بقى في رحلة تعليمية رحلة علاجية ما بيتأخرش صراحة عني، وفعلا بيلف معايا مصر كلها لأن أنا مش بقدر أمشي مسافات طويلة. لكن في الختام كنت حابب أوجه بس رسالة، حابب أوجه رسالة عموما للشباب، أنه يعني ما فيش حد ييأس، ما فيش حد يستسلم لهذه الأمور، أن الإنسان لابد أنه يكمل. وكان ليا نداء بسيط جدا كنت حابب أوجه يعني نداء لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة، فهو دايما بيلبي طلباتنا عموما. فأنا كنت يعني أتمنى مقابلته شخصيا، شرف كبير ليا طبعا على اهتمامه بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فهو فعلا يعني بنعتبره أب لينا، وأنا أتمنى أن أنا أقابل سيادة الرئيس في يوم من الأيام. دكتور إيمان، عايزين برضو من حضرتك كلمة تشجيعية في النهاية للناس اللي حابة أن هي تكمل تعليمها، ولكن هناك بعض الظروف، هناك بعض التحديات اللي بتمنعها من ده، لأنه مش كل الناس. أنا شخصيا ما كنتش عارفة عن هذا البرنامج أو هذه المبادرة، برنامج تكافؤ الفرص التعليمية، أنا وده يمكن تقصير مني ربما، ولكن في ناس كتيرة زي ممكن ما تعرفش عن البرنامج ده، فعايزة من حضرتك كلمة للناس اللي بتتفرج علينا اللي حابة أن هي تشترك في المبادرة. طبعا انا يعني اتمنى ان احنا دايما نكون بنشوف نماذج ايجابيه ومشرفه زي احمد، واحنا الحقيقه يعني دايما موجودين ودايما بنكون حريصين على دعم كل ابنائنا من الطلاب عشان زي ما ذكرت يذكروا يكسروا كل الحواجز اللي ممكن تكون بتمنعهم. احنا عندنا وحدات التضامن الاجتماعيه موجوده في جميع الجامعات الحكوميه، بنتوسع دلوقتي كمان في الجامعات الخاصه، دي بنقدر من خلالها نوصل كقنوات تواصل مع كل الطلاب، يقدروا ان هم يعرفوا اكتر عن خدمات وزاره التضامن، يكون في دمج
للطلاب ذوي الهمم، يكون في تمكين اقتصادي وشمول مالي ليهم، خدمات مختلفة جدا بنقدر ان احنا نقدمها لكل الطلاب طبعا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، بالشراكة مع وزارة الاتصالات، مع وزارة التربية والتعليم. حقيقة الجهات الحكومية كلها بتتكاتف دلوقتي ان قضيتنا قضية واحدة صحيح. وهي تكافؤ الفرص التعليمية ودعم جميع الطلاب الغير القادرين علشان يكون في تكافؤ ويكون فعلا التعليم حق للجميع. التعليم هو بوابة المستقبل أو العبور إلى مستقبل أفضل، فلابد أن احنا نستثمر، الدولة تستثمر، الأهالي تستثمر، الحكومة بوزارتها المختلفة تستثمر في الطلاب وتستثمر كمان في الغير القادرين أو المتسربين، لأن كلنا لدينا الحق في التعليم والسكن الكريم والصحة من مبدأ طبعا المساواة وتكافؤ الفرص. فجت المبادرة تكافؤ الفرص التعليمية علشان تحقق ده على أرض الواقع. دكتورة إيمان حلمي معاون وزيرة التضامن للشؤون الاقتصادية والشمول المالي، شكرا لحضرتك. شكراً. أحمد أنا بشكرك على وجودك معنا وعايزك تكمل وعايزك كده ما زي ما أنت تفضل قوي وتفضل متمسك بحلمك وما فيش أي كلام أو أي حاجة تخليك أن أنت تتنحى عن تحقيق إن شاء الله أحلامك. إن شاء الله طول ما الدولة مستمرة يعني معنا في الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة إن شاء الله دائما نكمل إن شاء الله. أحمد محروس عبد الغفار الطالب بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، شكرا لك نورتنا. بشكر حضرتك جدا يا فندم. بعد الفاصل برضو معنا نموذج ايجابي جدا لسيده مصريه قدرت ان هي تتفوق برضو على نفسها وتتولى مناصب مهمه تاخد جوائز عالميه. بعد الفاصل لم تعد هناك مهنة خاصة بالرجل وأخرى بالمرأة، لأنه الحمد لله استطاعت المرأة في ظل ما تجد من دعم في مصر إن هي تحجز مكان لنفسها في كل المجالات وعلى كل الأصعدة. المهندسة رانيا الغباشي إحدى هؤلاء اللواتي استطعنا
اقتحام مجال كان حكر على الرجال لفترة طويلة، وهو تصميم الميكانيكي للسيارات. لا، وكمان ايه، تفوقت فيه وحازت على جائزة دولية رفيعة، أول وأصغر مهندسة ميكانيكية مصرية وإفريقية وعربية تفوز بجائزة ستيفي للسيدات في مجال الأعمال لفئة صناعة السيارات، متفوقة على 1500 مهندسة من 33 دولة في العالم. معنا رانيا. رانيا مساء الخير. مساء الخير. هندسة ميكانيكا يا رانيا، يا قلبك. محتاج قلب قوي جدا، محتاج قلب قوي ومحتاج شجاعة ومحتاج شغل ودراسة. يعني المجال ده كان حكر على الرجال لفترة طويلة، ولكن زي ما كنت بقول يعني ما فيش مستحيل للبنات دلوقتي. إيش معنى المجال ده تحديدا يا رانيا؟ ليه التخصص ده بالذات؟ اولا التخصص ده بدا معايا من اول من وانا كنت صغيره، ايام ما كان بابا وماما لما كنت بتفوق في الفصل الدراسي من ابتدائي واعدادي وثانوي، كانوا دايما بيجيبوا لي طيارات، عربيات، يقولوا لي اختاري اللعبه اللي انت نفسك فيها، واللي هم انا عايزه طيارات وعربيات وتفكيها وتركبيها تاني. بالظبط كده، وافكك بقى براحتي. من بعدها بدأ حبي للرياضيات برضو من وانا صغيرة، خصوصا ان ماما مدرسة رياضيات في ستيم سكول اللي هي مدارس المتفوقين. من بعدها جه شغفي في هندسة اكتر من طب، واللي هي الكليات القمة، دخلت هندسة وبدأت اشوف اي مجال اكتر اقدر ان انا ادخل في اندستريز كتير او في صناعات مختلفة كتير. وفي مجالات مختلفة بالظبط. فكان القرار بالنسبة لي ان انا ادخل ميكانيكا التصميم او هندسة التصميم الميكانيكي والانتاج، وده تخصص يمكن بقدر ان انا اصمم بيه او ادخل في مجالات مختلفة او عديدة من المجالات اللي هي اللي تعتبر من الصناعات الثقيلة، زي صناعة السيارات، زي صناعة الطيارات، زي صناعة الأويل أند جاز اللي هو البترول. علشان التصميم الميكانيكي بيدخل في تولز كتيرة وماشينز كتير أو في معدات كتير. فمن هنا فعلا بدأ شغفي بقى في التصميم أو تصميم أي منتج عموما. من بعدها بدأت اشتغل بقى بعد ما اتخرجت، او قبل يمكن ما اتخرج كمان بدا حبي للسيارات يزيد اكتر واكتر. من اول ما بدات ان انا اكون نائب فريق فورمولا ستودنت، ده كان في جامعه المنوفيه، هندسه شبين الكوم. فعلا صممنا وصنعنا عربيه سباق كامله سنجل سيت، يعني بمقعد واحد، كنا بنشارك في مسابقات عالمية زي فورمولا ستودنت. دي كانت بتقام كل سنة للطلبة، بس على مستوى الطلبة اللي في الجامعات على مستوى العالم في انجلترا. اشتركنا سنتين، خدنا المركز 16 على مستوى العالم في التصميم من ضمن 30 فريق في أول سنة 2013، وفي 2014 خدنا المركز السابع على مستوى العالم. أنا مبسوطة قوي بالتقدم الكبير اللي كمان موجود في جامعاتنا المصرية في الحقيقة، واهتمامها بالبحث العلمي واهتمامها بالباحثين والناس اللي عندهم ابتكارات والناس اللي عندهم أفكار زي كده. باشمهندسة رانيا، مبسوطة باللي احنا وصلنا له الحقيقة. هو ده بالفعل، احنا يمكن كنا أول أو تاني فريق على مستوى جامعات مصر يتم تكوينه ونشارك في المسابقة العالمية دي، وهي لحد دلوقتي، ويمكن لسه في ناس مكملة معانا من الأجيال، من اللي هم لسه في الجامعات دلوقتي أو في الفرق بتاعت هندسة في جامعات كتير، فيها في هندسة المنصورة، هندسة القاهرة، هندسة عين شمس، هندسة حلوان، هندسة المنوفية. في يعني في جامعات كتيرة جدا، واحنا كلنا على نطاق شبكة واحدة، او كلنا بنساعد بعض.
طب اول عمل ليكي بقى يا رانيا، اول عمل ليكي ازاي الناس تقبلت فكره انه بنت تقتحم المجال ده؟ وهل احنا عندنا سيدات وبنات موجودين كتار يعني في هذا التخصص؟ هو الحقيقه في الاول خالص محدش بيتقبل فكره ان في مهندسه تصميم اصلا هتيجي وهي اللي هتصمم وهي اللي هتشرف على عملية التصميم وعملية التصنيع كمان، علشان يبقى فيه انتجريشن أو تكامل ما بين التصميم على البرامج الهندسية مع عمليات التصنيع كمان. ففي الأول طبعا مفيش حد بيصدق، وخصوصا إن بنت ولسه متخرجة، فواحدة واحدة لما بتبقى بتدي بتاخد التشالنج وبتبقى قد التشالنج ده، فمن هنا وطبعا كان في تقليل من القدرات في البدايه اكيد اتعرضتي لده. بالظبط ده طبيعي، ده طبيعي جدا يعني، ده يمكن 99%. من بعدها بدا شويه بشويه بتبني الثقه ما بين نفسك حتى وما بين الاخرين، ان لا بقدر اصمم اهو ده المنتج اللي صممته، وبنعمل بروتوتايب او حاجه مبدئية، أو المنتج بيتصنع بشكل مبدئي. من بعدها بنبدأ نعدل في التصميم ونرجع برضو نعمل بروتوتايب تاني، حاجة بسيطة، ومن هنا بيبدأ التراست أو الثقة بتتبني. فبالظبط، فمن هنا واحدة واحدة بقى جت خلاص بقى عارفين. في أول شغل اللي هي في مصنع تصميم الألواح الكهربائية، كان ده كان في مصنع في السادات سنة 2015. أفتكر أول ديزاين عملته، من هنا جت الثقة ما بيني وما بين الفنيين اللي شغالين وما بين المهندسين اللي شغالين، حتى الإدارة اللي هي الإدارة العليا برضو بدأوا خلاص قالوا رانيا هي اللي هتمسك الميكانيكال ديزاين. بس طيب وبدأت بقى واحدة واحدة. اخيرا بقى حلمك ايه؟ يعني ما شاء الله انت فزتي بجائزة يعني رفيعة اللي هي ستيفي للسيدات في مجال الاعمال لفئة صناعة السيارات، وتفوقتي على 1500 مهندسة من حوالي 33 دولة او اكتر. حلمك ايه بعد التصميمات المبدئية اللي انت عملتيها وبعد الجهود اللي انت بتعمليها مع فريقك، نفسك توصلي لايه؟ هو طبعا فكرة التصميم هي ما وقفتش بس عند التصميم، بالعكس احنا انا برضو في الشركة اللي بعد كده كانت شركة استشارات هندسية، كنا برضو شغالين في صناعات في الشرق الاوسط، اشتغلت في الاردن واشتغلنا في السعودية مع مشاريع كتيرة. احنا مش بنصمم بس، احنا بنصمم من اجل التصنيع، وبنصمم برضو علشان خاطر نوطن صناعات كتيرة او بعض قطع الغيار زي ما كان في شغل. والله دي من اهم الحاجات برضو اللي قلتيها يا رانيا، توطين الصناعه وبالذات توطين صناعه السيارات. بالظبط ده بالفعل اللي كنا بنعمله. ان احنا بنحاول نزود المنتج المحلي في المكون او في المكونات بتاعه العربيه، فكانت بتوصل في الكوميرشال او في اللي هي العربيات التجاريه، كانت بتوصل لنسبة التصنيع المحلي فيها 60%. ما شاء الله. من مكونات العربية كلها. أنا نفسي طبعا أكمل معاك يا باش مهندسة، ولكن للأسف يعني عمالين يقولوا لي في الكنترول الوقت ويعني على قد ما قدرنا حاولنا إن احنا ناخد منك كل المعلومات. أنا اتشرفت بحضرتك. احنا اللي اتشرفنا بيكي بجد يا رانيا، وفخورين جدا بيكي، وبنبقى فخورين لما نلاقي نماذج مصرية وبالذات من السيدات. بنتكلم على تخصص صعب، تخصص مش سهل، وكمان ده توجه الدولة، فكرة توطين الصناعات ومنها السيارات والعربيات. نتمنى إنه الميديا كلها والإعلام كله يهتم بهذه النماذج اللي فعلا بتوري للعالم كله إن إحنا عندنا نماذج وعقول نفتخر بيها. كنت مسك الختام باشمهندسة رانيا الغباشي، شكرا ليكي كل التوفيق والنجاح. بشكركم. شكرا لحضرتك وللاستضافة. شكرا ليكي. بشكركم على حسن المتابعة، كنت مع حضراتكم أنا خلود زهران، تحياتي ومن فريق العمل، وألقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.